السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ معكم زايد، واليوم يا شباب راح اجيب لكم اكثر حلقة ارعبتني في توم وجيري وانا صغير. طبعا شباب توم وجيري هذا بالنسبة لي افضل كرتون شفته في حياتي صراحة. شفت كثير كراتين نفس جامبول، كوريج، وقت المغامرة، سبونج بوب، وكثير كراتين يعني، لكن شباب اقدر اقول ان توم جيري افضلهم. هذا يعني مو موضوعنا، موضوعنا اليوم هو عن الحلقة نفسها. طبعا شباب خلوني اقول لكم خلفيتي مع الحلقة على السريع. اذكر اخوي عرفني عنها زمان، ما اذكر ايش قال بالضبط، لكن اذكر انه قال لي لا طالع الحلقة وانت تضحك، فوقت استغربت وخفت صراحة، قلت شو السالفة ليش ما اضحك؟ الزبدة بعد ما شفت الحلقة عرفت ايش يقصد. انا وقت شاب كنت صغير وفي اشياء في الحلقة خوفتني صراحة، طبعا انا ما بفتي وبقول انها محرمة ولا لا، اوكي؟ لكن الحلقة هذه منعت من البرازيل والمغرب، واتوقع ان عدت منعت عندنا، لاني ولا مرة شفتها لا في ام بي سي 3 ولا سبيس تون. ادري يا شباب خلونا ما نطول ونبدا في الحلقة. الحلقة تبدا بتوم نايم وجيري يطلع من الحفرة عشان ياكل، لكن توم شافه وبدا الشيء الاساسي في الكرتون. توم يطارد جيري، لكن بدل ما يصير شيء يضحك صار شيء غريب وغير متوقع. جيري يطلع فوق الدرج وتوم يلحقه ويسحب السجادة، لكن هذا الشيء ادى الى ان البيانو تطيح على توم، ولما صار كذا توم مات وطلعت روحه. وطبعا يا شباب اذا ما بظني اللحظة هذه اتوقع اني شفتها في حلقة ثانية، اللي لقطت لما توم طاحت على البيانو، لكن ما ادري في اي حلقة نسيته. الزبدة بعد ما يصير كذا فجأة يظهر درج ذهبي يودي توم للجنة، وهناك يلقى قطاوة يدخلون قطار ذهبي، وهذا القطار يودي ارواحهم للجنة استغفر الله، وهناك حتى يتحاسبون القطاوة. اول قط مات بسبب عضة كلب وهذا واضح من ذيله، وثاني قط مات بسبب ضربة في الراس بشيء حديدي، وثالث قط مات لأنه اندعس من شاحنة، لكن الشيء الجاي راح يصدمكم ويرعبكم. فجأة نشوف شنطة جالسة تتحرك ونكتشف أنها مبللة، وفي نفس الوقت طلعوا منها ثلاث قطاوة صغار، وهنا يبين لك أن المساكين هذول ماتوا بسبب الغرق. واحد كلب حبسهم في الشنطة ورماهم في البحر. طبعا اول مرة اشوف ذا الشيء ما فهمت نهائيا، لكن رجعت اشوفها مرة ثانية انصدمت من هذه المعلومة. الزبدة الكل دخل القطار ما عدا توم. توم حاول يعدي بدون ما يشوف الحارس، لكن طبعا الحارس كشفه وقال له ان طول حياتك كنت تطارد فار بريء. تأكد انه بريء الحارس؟ الزبدة الحارس يخبر توم ان القطار باقي له ساعة عشان يروح، فالحارس عطى لتوم فرصة انه يدخل، عطاه عقد المسامحة ولازم جيري يوقع العقد، لكن لو ما قدر تسوي هذا الشيء فاستغفر الله يعني بيدخل جهنم. وهناك سبايك يظهر بشكل شيطاني وينتظره، ولو تشوفون المكان كيف كئيب ويعني محمر ويعني شكله يخوف باختصار، وطبعا تعابير وجه توم توضح كيف شعوره الحين، والحارس حتى صدمه ان عنده بس ساعة واحدة عشان يوقع العقد، فتوم على طول يركض ويرجع لجسمه. لما رجع توم اتوقع انه كان يحلم، لكن شاف نفسه انه ماسك الورقة. طبعا هنا توم بدا يتمصلح عشان جيري يوقع العقد، لكن جيري يترول عليه ويرش بالقلم الحبر، مرة بريء الحارس. الزبدة توم شاف جيري ما منه فايدة فحاول يزيف العقد، لكن طبعا انكشف، فهنا توم رجع يتمصلح مع جيري مرة ثانية، وجيري هالمرة يا ريال قطع ابو العقد. وهنا توم كان بيجيب العيد، حاول يضرب جيري وعلى طول سبايك الشيطاني ظهر من وراء مع تعابير وجه ما خلتني انام في الليل. الزبدة بعدها توم يرجع يلصق الورقة ويعطيها لجيري وقاعد يترجاه يوقعها. من بعدها نشوف ان الوقت خلص والقطار خلص بيروح. الزبدة بعد معاناه جيري اخيرا وقع على العقد، لكن الدرج الذهبي اختفى على توم وخلاص خلص الوقت. وهنا ايضا جت لقطة سببت لي كوابيس وانا صغير. فجأة الارض انفتحت من تحت توم والارضية جالس يطلع منها نار، لكن هنا الشيء اللي يخوف، بعد ما توم يطيح تحت نشوف شكل المكان بالكامل، وهو ليش يا انه مكان مرعب جدا. هذا غير ان الموسيقى نفسها تسبب لك رعب، يعني انت بس اسمع وشوف. شوف كيف شكل توم وهو يطيح في جهنم والعياذ بالله. الزبدة بعدها توم يطيح عند سبايك وسبايك جالس يحرقه ويضحك ضحكة شريرة، ونشوف ان توم علق هنا للأبد بسبب جرائمه. بعد كل شيء نكتشف ان كل هذا كان مجرد كابوس لتوم، وخشبة نارية ضربت فيه وصحته من النوم، وهنا يكتشف ان فعلا كل شيء كان مجرد حلم سيء. بعدها على طول توم يركض عند جيري ويبوسه ويحضنه، وطبعا جيري قاعد يقول شو السالفة؟ ومن هنا تنتهي الحلقة بنهاية سعيدة، لكن هذا ما يعني ان كل شيء راح ينسيك الاحداث اللي صارت في الحلقة. توم يموت، غرق القطط الصغار، تعابير وجه سبايك، منظر الجحيم بشكل مخيف، اشياء كثيرة ما ينفع الطفل يشوفه نهائيا، اساسا حس ان الكرتون كبرى ما ينفع الاطفال يشوفوه بسبب العنف اللي فيه يعني.
في حلقة ثانية تشبه هذه الحلقة بكثير، لكن كرتون مختلف، كرتون لوني تونز اللي فيه أكثر من شخصية، باجز باني، سيلفستر وتويتي وهذول العيال. الزبدة عنوان وشكل الحلقة ما يبشر بخير نهائيا، وأي حد يشوفه بيعرف أن في شيء جدا غريب وشيء جدا غلط. تبدأ الحلقة بسيلفستر يطارد تويتي، ومن هنا سيلفستر يقطع ريوش تويتي ويطيح في الأرض ويموت. بعدها تطلع روحه نفس توم، وفجأة ظهر له درج، لكن المرة بدل ما يكون درج واحد جاله درجين، واحد يودي للجنة والثاني يودي للجهنم. الشيء المختلف هنا أن سيلفستر ما قدر يروح للدرج الذهبي عكس توم. هنا يبين لك أن توم أطيب من سيلفستر، وحتى بتشوفون نتائج الحلقة مع الوقت تثبت هذا الشيء. الزبدة بعد ما سيلفستر يمنع من الدرج الذهبي يروح للدرج الأحمر، يا أخي المناظر هنا تخوف يا أخوي. هذه المناظر لما تشوفها على التلفزيون القديم وما في تلفونات والأشياء بتخاف مرة. لا تنسون أن الحلقات نزلت في التسعينات. بعد ما سيلفستر ينزل الدرج يقابل سبايك من جولي شيك. اوكي صراحة انا مو بمعجب كبير بهذا الكرتون، اوكي، بسبب الشخصيات الكثيرة، بس كانوا يعجبوني باكس باني ودافي داك. الزبدة هيكتور الشيطاني قال لسيلفستر ان عندك 9 ارواح، اجلس هناك وانتظر ارواحك الثانية توصل. سيلفستر يرجع لجسمه ويلقى تويتي ويرفض انه يلاحقه، لكن هنا هيكتور جاء من وراه وقعد يحرش يقول له ترى عادي عندك 8 ارواح. الزبدة بعد شوية مطاردة سيلفستر يندعس عن طريق شاحنة، نفس طريقة موت القطة الثالث من توم وجيري، وهنا الروح الثانية توصل، باقي 7. ومرة ثانية سيلفستر يرجع لجسمه وهيكتور مرة ثانية جالس يحفزه على المخاطرة والموت، يقول له باقي لك 7 ارواح ورقم 7 يجيب الحظ. وطبعا سيلفستر يسمع كلامه ويكمل مطاردة، وهنا سيلفستر يموت للمرة الثالثة بسبب الخوف، والروح الثالثة توصل، باقي له 6 ارواح. مرة ثانية هيكتور يوصل ويجبر سيلفستر يطارد تويتي، وهنا وصلوا لمعرض الرماية وسيلفستر ينطلق عليه 3 مرات. واضح ان مدة الحلقة بتطول لو قاعد ينوعون في طرق الموت، فاختصروا الوقت وقتلوا 3 سيلفسترات في وقت واحد. الزبدة المرة الرابعة شرد من مكان وراح للقطار عشان يوصل لتويتي، لكن اللي صار ان سيلفستر ضرب في الجدار في وجهه ومات مرة ثانية، والروح الثامنة وصلت، باقي له آخر حياة وخلاص تنتهي حياته. هنا سيلفستر عرف انه لازم ينتبه، لكن مرة ثانية الكلب هيكتور جاء قال له روح له، لكن هنا رفض وقرر يحبس نفسه في خزنة بنك. لكن اللي صار ان جو بعض الحمير عشان يسرقوا البنك، فجروا قنبلة قوية وماتوا، وطبعا اللي صار ان سيلفستر ايضا مات معاهم، وهنا تنتهي الحلقة. الشيء اللي يخوف في هذه الحلقة ان نهايتها مو بسعيدة ابدا، سيلفستر خلاص بيروح الجحيم للابد عكس توم اللي بين انه كان يحلم. هذا غير ان الكلب يريد يقتل سيلفستر باي طريقة ممكنة. الحلقات هذه صراحة ما ادري ايش وضع المنتجين عليها، كيف تعرض هذا الشيء في كرتون مخصص حق اطفال؟ كيف توريهم جوانب مخيفة تصير لشخصياتهم البريئة؟ الزبدة زي ما قلت انا ما بفتي وبقول ان هذه الحلقات حرام ولا لا، لكن الواضح انه مو بحلقات اطفال ابدا. وهنا شباب نكون وصلنا لهذا الفيديو، اكتبوا في الكومنتات اذا يعني في حلقة كذا في كرتون ارعبتكم. الحين اتوقع في ناس بيجون كذا بيقولوا في حلقه في توم جيري ان توم وجيري يعني هم كذا يكتئبون يموتون. يب سمعت عن هذه الحلقه وشفت عنها نظريات والاشياء. الزبده شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك وسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات اللي يوصل لك كل جديدي. كان معكم زايد وسيا.